ننتقل إلى صحيفة الصيحة، وفيها مطالعة كوميسيون الطبي 5 أمراض الأعلى في معدلات السفر للعلاج بالخارج. في تفاصيل هذا الخبر، كشف الكوميسيون الطبي بأن 5 أمراض تعد الأعلى في معدلات السفر للعلاج بالخارج وفقا للتقرير السنوي للعام 2018، وعلى رأسها أمراض جراحة المخ والأعصاب وجراحة العيون، أمراض الدم والأورام وجراحة العظام. وأوضح التقرير أنه خلال العام 2018 سافرت 379 حالة بأمراض وجراحة القلب للعلاج بالخارج، تليها 251 حالة في أمراض وجراحة العيون، و230 حالة في أمراض الدم والأورام، و127 حالة لجراحة العظام. وأكد التقرير أن مصر لا تزال الأعلى في معدلات استقبال المرضى السودانيين بجملة 1120 مريضا، تليها الهند ب 976 مريضا، ومن ثم تأتي تركيا، الأردن، روسيا، ثم ألمانيا. إذن 2186 حالة علاج خارج البلاد عبر الكوميسيون الطبي. هذا عبر الكوميسيون الطبي. كيف تنظر إلى هذا الرقم؟ وهو بكل تأكيد الأقل، يعني أكيد أنه أكثر من كذا، يعني هذا الذي عبر الكوميسيون الطبي. والله يا أخي الكريم، نحن دولة يعني يستحق أن يطلق عليها بلد الموارد والعجائب. يعني أنت قبل شوية قريت تقرير يمكن في واحدة من الصحف تتكلم عن هجرة الكوادر الطبية. لاحظ أنه أنت دولة بيهاجروا منك المرضى لطلب العلاج، وبيهاجروا منك الأطباء لتقديم خدمة العلاج في دول أخرى، ودي مفارقة يعني أنت أصلا مفارقة، لأنه كوادرنا الطبية دي هي الأكثر تقدما وأكثر تأهيلا وأكثر احترافية. صحيح. في دول العالم. صحيح. وفي آخر تقرير في واحدة من دول الخليج على ما أعتقد هي المملكة العربية السعودية، حصل الأطباء فيها على الدرجات الكاملة بدون أخطاء، متقدمين حتى على الأطباء. يعني المملكة العربية السعودية فيها مستشفيات أوروبية، الكادر السوداني كان هو الكادر الأول، وكذلك في أوروبا عندنا تقريبا حوالي 2000 طبيب في أوروبا، هم الأميز على مستوى أوروبا. ويوجد حتى كوادر سودانية تدير مستشفيات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها. يعني دولة فيها كوادر ما زي مواردنا في الزراعة وفي القابات وفي السياحة، دولة فيها هذا الكم وهذا النوع من الكوادر، هذه الكوادر تهاجر لتقديم الخدمة الطبية في الخارج، ويهاجر المرضى لطلب الخدمة الطبية في الخارج. عشان كده أنا قلت لك يا أخي دولة الموارد والعجائب. يعني هلا وجينا نتكلم عن سياسة توطين العلاج بالداخل، طبعا دي واحدة من الخزعبلات. يعني الدولة كانت بتتكلم يمكن من التسعينات، بداية التسعينات، عن توطين الصناعة. وطننا شنو في الصناعة؟ وطننا صناعة السيارات، الجيات، سيارات الصالون، المركبات الخاصة. وطننا صناعة التسليح في كل درجاته، وما وطننا الصناعات الغذائية المحتاجين لها. احنا الآن سلة غذاء العالم نعاني من أزمة في الغذاء. كنا نتكلم عن توطين قبل العلاج، توطين زراعة القمح. ما وطننا زراعة القمح، ما وطننا زراعة القمح. الآن احنا واحدة من مشاكلنا زراعة القمح، وطننا زراعة الأعلاف، نزرع البرسيم، نزرع الرودس، حاجات أصلها لا تعود لا للمواطن ولا للوطن من خلال معادلات حسابية بفائدة كبيرة. التوطين العلاج برضو واحدة من السياسات اللي قلت لك اللي فشلت، وكانت مسألة ميسورة، خاصة إنه إحنا عندنا الكادر وعندنا عندنا المؤسسات الطبية القابلة لأنها تؤهل بشكل أكبر. يعني كل ما نحتاجه توفيق أوضاع الأطباء بشكل كويس، تهيئة بيئة العمل بشكل كويس، لكن ده ما حصل. الكوادر الطبية بتسافر، المرضى الرقم اللي ذكرته زي ما أنت قلت برضه هو رقم بالضرورة قليل، إضافة لو ذكرنا بقية الأرقام اللي بتسافر من خارج مظلة الكوميسيون. أنا دار أشير لك في الحتة دي مسألة غريبة جدا. يعني هل تعلم أخي الكريم أنه أول ما يعالج منه المريض السوداني خارج السودان هو العلاج الذي تلقاه في السودان، بدءا من التشخيص حتى الدواء. يعني أنت مريض سوداني مشيت القاهرة القريبة دي، أول حاجة بيقول لك يا خدينا التشخيص، لأنه التشخيص غالبا يكون ما دقيق. تكون ماشي بوهموك بأنه عندك سرطان في العظام، تكتشف أنه عندك غضروف، تأخذ لك حبتين ثلاثة وتمشي ترتاح. يعني عندنا مشكلة كبيرة جدا في مسألة العلاج الآن في الداخل، فيه مشكلة حقيقة. طيب أين تكمن المشكلة بالتحديد؟
إذا كان السودان يمتلك كوادر هي حتى إنها تخرج إلى الخارج بشكل كبير، وأيضا يعني الأزمة مكانها وين؟ طيب أقول لك الأزمة مكانها. الأزمة أول حاجة أنت ما قادر تحافظ على كوادرك الطبية، بيهاجروا طلبا لتوفيق أوضاعهم، وده حقهم. الطبيب من حقه أنه يمشي برا ياخذ قروش توفق له أوضاعه أوضاع أسرته، خاصة أنه أغلبهم بيكونوا في مقتبل العمر. الحاجة الثانية بيمشي بيستفيد بيشتغل في مؤسسات البنية التحتية بتاعتها راقية جدا، الأجهزة فيها أجهزة متقدمة جدا. الطبيب ده ذاته بيلقى فرص للتدريب وللتأهيل ما بيلقى في البلد. يعني الآن الحد الأدنى للراتب للطبيب يمكن في حدود 1000 وحاجة، مسألة يعني ما مقبولة. ما بتقدر تقول له يا أخي أقعد قدم لي، ممكن يقدم لي خدمة وطنية في المجال سنة مثلا، لكن ما حيقدر يقعد لك أكثر من كده. الإشكالية الثانية برضو للأسف، ودي مسألة بتطعم في أخلاقيات المهنة، إحنا عندنا الأطباء خلينا نقول بعضهم عشان ما نعمم المسألة، السوق العلاج ده بقى عبارة عن سوق. يعني أنت بتمشي تقابل طبيب خاص، الطبيب الخاص ده بعد ما يكشف عليك ما بخليك براحتك في أنك تختار محل الكشف المريح اللي بتاخد فيه الصور وبتاخد، لا بيوجهك، صحيح بيقول لك بشكل فيه نوع من الدبلوماسية، لكن بيقول لك يا أخي والله في الحتة الفلانية بتكون القصة جزء من إمبراطوريته الطبية، بيقول لك امشي تجيب لي صور من الحتة الفلانية، بتمشي تجيب له الصور من الحتة أصلا بتكون جزء من مملكته دي، بيجي برضو بيكتب لك دواء وبيوصف لك هو الصيدلية. طبعا دي ما خدمة إنسانية يعني، يعني ما هو ما فاعل خير، لكن بيكون عارف بيقول لك يا أخي أمشي شخص في الحتة الفلانية، وخذ الدواء من جيب الدواء من الحتة الفلانية، في ده بتوريك. ده بيقودنا لنقطة مهمة جدا جدا، وهي أنه ذكرت قبل قليل أنه حتى التشخيص خاطئ والناس تذهب في الخارج للعلاج، وأيضا يبدأون في علاجهم من مشاكل العلاج نفسه الذي كان في السودان. المفارقة الأعجب من ذلك أن العلاج كثير من يسافرون للخارج لأنه أقل تكلفة من هنا في السودان، ومع ذلك لا يقدم خدمة جيدة، فأين المشكلة مرة أخرى؟ طيب المشكلة أقول لك وين المشكلة، لأنه أنت لو تذكر قبل فترة كان بنك السودان اشتكى 33 شركة دواء وهمية، 33 يعني الشركات العاملة في مجال الدواء 36، 33 طلعت تضارب في الدولار المدعوم، ما بتجيب دواء أصلا، أو بعضها يجيب دواء قيمته العلاجية أقل. ما هو أنت الليلة دوار تجيب مثلا لو أخذنا الملاريا، السودان من الدول المنتشر فيها مرض الملاريا، بتلقى عنده مثلا نقول 10 أصناف، الشركات والمؤسسات وتجار الدواء بيمشوا يختاروا الأقل فعالية الأرخص، وبعد ذاك بيجي يزايدوا يبيعوه هنا بسعر أعلى. فالمسألة فيها جوانب أخلاقية مختلفة. باختصار كثير من المسؤولين يسافرون للعلاج بالخارج ولا يقدمون قدوة بأنه حتى العلاج والمسألة المشروع الذي ذكرته توطين العلاج بالداخل، فلا يمكن أن يكون هذا أيضا واحد من الأسباب. باستثناء السيد رئيس الجمهورية طبعا اللي تلقى العلاج في الداخل في يعني في داخل المستشفيات البلد، لكن قالب المسؤولين يتلقوا العلاج في الخارج. والمفارقة إن وزير الصحة سابقا مشى يتعالج في تايلاند يعني لمرض أو ألم عارض في رجله، هي دي بتوريك إنه هو أصلا المسؤول ده لما مشى برا دي بتكشف لك عن حالتين. أول حاجة هو مقتدر إنه قادر يمشي يتعالج برا، ونتمنى إنه يكون مقتدر من ماله الخاص. يعني الحاجة الثانية بتوريك إنه ما عندهم ثقة في مؤسساتنا الداخلية، ودي برضو من ناحية أخرى مسؤوليتهم يعني.